مرحبا، اليوم رح نتعلم كيف نعمل الكمر اللي هو بداية التنورة أو الطربوش. تمام، بنعمل الغرز مثل ما عرفنا بالدروس اللي قبل، وبناخد أول غرزة لتحت، تاني غرزة هاخدها لفوق، تمام. برجع باخد غرزة لتحت، برجع بلف الخيط وتاني غرزة لفوق، غرزة لتحت وتاني غرزة لفوق. نرجع غرزة لتحت وغرزة لفوق، يعني غرزة عادية غرزة مقلوبة. حبيتي تاخديها غرزتين غرزتين مثل ما بتحب الكمر يطلع. تمام، غرزة لتحت وغرزة لفوق وغرزة لتحت. آخر غرزة لفوق. رح أعمل كم دور وأرجع لكم لفرجيكم كيف بيطلع القمر. تمام، وهيك صار جاهز عندي القمر، شايفينه ما أحلاه. خط 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 نابق خط نايم، خط نابق خط نايم. طبعا في شيء رئيسي عشان ما تضيعوا، أول ما تبدوا الشغل رح تبدوا من تحت ورح ينتهي من فوق، بغض النظر كيف ينتهي، انتوا رح تبدوا من تحت، فدايما كل دور جديد رح تبدي سنارة من تحت. تمام، يعني هنا انا خلصت رح ابدا دور جديد، دايما الدور يبدا من تحت، بشيله وبطلع. والشي الرئيسي انك لما تبدي من فوق ما تنسي ابدا الخيط ترفعيه فوق قبل ما تدخلي بالسنارة وتشتغلي الدور اللي فوق، بترجعي بتنزلي الخيط لتحت وبتشتغلي الدور التحتاني، تطلعي لفوق بتشتغلي الدور الفوقاني غرزة بغرزة. تمام، تنزلي لتحت تشتغلي الغرزة اللي تحت، ترفعي الخيط تشتغلي الغرزة اللي فوق. بس تتعودي رح تشوفي نفسك تلقائي بتنزلي الخيط وبترفعي الخيط، ما حتضيعي ان شاء الله. بس مثل ما قلت لكم بديتوا بغرزة تحت، فدايما كل دور جديد رح تبدي بغرزة تحت. تمام، هيك لفرجيكم اخر الدور طلعنا. انا دايما عندي غرزة بداية بدايتها من تحت والغرزة النهاية عم تخلص عندي من فوق، وهياني خلصتها بدي ابدا دور جديد لح ابدا من تحت. تمام، شفتوا كيف واضح ما احلى؟ هاي ممكن تعمليها انت بداية كم لبلوزة، كمر لتنورة لتربوش، نبدا بهيدا الكمر. مثل ما قلت لكم ممكن انا اعمله اثنين باثنين، يعني اثنين بيجي هيك اثنين خطين نابقين واثنين خطين نايمين، يعني بعمل اثنين لفوق اثنين لتحت مثل ما بتحبي، او واحد بواحد، وهيك بيكون الشغل. ويعطيكم العافيه على المتابعه، وانتظروني بدروس جديده، وما تنسوا تكبسوا الجرس ليوصلكم كل جديده، وما تنسوني من اللايك والشير والسبسكرايب، والله معكم. اذا عجبكم الفيديو ما تنسوا الاشتراك وتدقوا الجرس وتعملوا لايك، وشكرا لكم.